كبة دبابة من المطبخ اللبناني أو كبيبة مشوية. المقادير: نص كيلو من البرغل الناعم المنقوع والمغسول والمصفى جيدا، ربع كيلو من لحم الهبرة، وهبرة يعني لحم أحمر بدون دهن أبيض، حبة بصل مقطعة أرباع، نص معلقة صغيرة من القرفة المطحونة، معلقة صغيرة من الملح، رشة من البهارات المشكلة. الحشوة: نص كيلو من اللحم المفروم المستوي، ونص كيلو من شحم الخروف مفروم ناعم أو من لية الخروف حسب المتوفر لديك، نص كوب من الجوز المجروش والمحمص، رشة من الملح ورشة من البهار المشكل، نعنع يابس حسب الرغبة، واحد معلقة كبيرة من البابريكا، ورشة من الريحان الناشف اختيارية، ورشة من الشطة. الطريقة: بعد ما بننقع البرغل وبنصفيه منيح، بناخده مع البصل واللحم الهبرة وبنطحنه مرتين، بنضيف عليه البهارات وبنعجنه منيح حتى نحصل على عجينة نقدر نشكلها ونفردها. حشوة الكبة الدبابة بنحضرها بأنه بعد ما اللحمة بتكون مستوية بنحط عليها شحمة الخروف النية، وبنحط عليها الجوز المجروش، بنحط عليها الجوز المجروش والملح والبهار المشكل والنعنع اليابس والبابريكا والشطة والريحان. بناخد قطعة من العجين وبنفردها على قطعة من النايلون مبللة بالماء. بنفرد العجين على شكل قرص كبير. بناخد جزء من الحشوة بنحطها بالنص. بناخد قطعة من عجينة الكبة وبنفردها كمان على شكل قرص تاني. بنغطي فيها الحشوة وبنحاول نسكر الأطراف. بنبلل إيدينا بالماء لحتى نحصل على شكل قرص مثل القبة، وبنحطها على صينية غير لاصقة وبندير عليها كمية لا بأس بها من السمن، بنحطها بفرن لتنشوى، وآخر شي بنقدر نولع فحمة ونطفيها بقلبها حتى نحصل على كبة دبابة أو كبة مشوية بريحة الفحم كأنه شويناها على منقل بالضبط. بتقدم مع سلطات منوعة أو زبادي أو مخللات أو شوربة عدس. وصحة وألف عافية.